أسعدتم صباحا مشاهدينا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية. والبداية بملف التعاون، حيث أكد وزير شؤون الخارجية صبري بوخدوم خلال اتصال هاتفي أول أمس مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي على أهمية تعزيز الحوار والتشاور بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لبلورة نظرات مشتركة حول أولويات اتفاق الشراكة وجميع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير شؤون الخارجية قد ترأس مطلع ديسمبر الماضي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد الاجتماع الثاني عشر لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مناصفة مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل. هذا وكانت الجزائر قد وقعت في 2002 اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي يقضي بإقامة منطقة لتبادل الحر بين الطرفين، مددت آجال إقامتها إلى سنة 2020. أكد أمس مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بلخضر من غردايا أن المدارس القرآنية تسهم دوما في الحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية المبنية على مبادئ الأخوة والاحترام المتبادل. عبد الوهاب دحماني. تستقبل زاوية الهدى والضياء بغرداية على مدار أكثر من 20 سنة مئات الطلبة من مختلف ولايات الوطن لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية. مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالجمعيات الدينية عيسى بلخضر أكد من هذا المنبر الديني على أهمية المحافظة على المرجعية الدينية الجزائرية الأصيلة والسعي إلى خدمتها وترقيتها. الاستهداف لبلادنا الآن لم يعد كما كان سابقا، صار الاستهداف بدرجة أولى إعلامي، صار استهداف ثقافي، صار استهداف تربوي، صارت الحصون الاجتماعية مهددة إن لم نحصنها. والجبهة المعول عليها هي جبهة المؤسسة الدينية، الجمعية الدينية بمعناها المتنور. ولعلكم لاحظتم معنا بعض المدارس فيه برامج للتحفيظ، فيه برامج ميسورة لمن يحفظ القرآن كل يريد أن يكون إماما أو مفتيا، فيه من يقرأ جزء من القرآن من الطلبة الجامعية من إطارات الدولة في مختلف المستويات. وهذا هو الوعي الذي نود أن يتسع ويمتد. رسالة القرآن هي رسالة حصانة ومناعة لكل جزائري وجزائرية، هذا الذي نراهن عليه. ولعل بوادره وغردايا من أهم الربوع التي تمثل هذا بتنوعها، بتكاتف أبنائها، بعطاءاتها التي يتمظهر فيها حافظ القرآن الكريم في شتى المجالات وليس تخصصا واحدا. عيسى بلخضر وهو يزور زاوية سيدي أحمد بن بحوص بمثليلي أكد أيضا على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل بناء الجزائر الجديدة. الجزائر بخير وبأمثالكم تكون بخير، فقط أننا نتعاون لنمر بهذه المراحل التي لا بد منها حتى نجدد الهيئات، نجدد الهياكل وتنطلق مرحلة الإشعاع. والحمد لله في هذه السنة المؤسسات والجمعيات الدينية يعني كمجتمع مدني حر فيه تطور يوم بعد يوم من المساهمين بأموالهم الحلال، الأموال النظيفة، والمضحين بجهودهم وأوقاتهم من أهل العلم والتربية والكفاءة والتعليم القرآني، ومن رجال الدولة في الإدارات المختلفة. علينا أن نتعاون جميعا، إذا ضعف منا أحد ينبغي أن نغطي ضعفه وننظر إلى الأمام، لا يجوز لنا أن نلتفت إلى الخلف، ننظر إلى الأمام، لأن الجزائر أدركت طريقها وتجاوزت المخاطر. وتنتشر عبر إقليم ولاية غردايا العشرات من المدارس القرآنية والزوايا الدينية التي تعنى بتحفيظ القرآن الكريم لجميع فئات المجتمع. وعن تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، عرض أمس الدكتور جمال فرار الحصيلة الأخيرة بالمؤشرات والأرقام. مع تسجيل 187 حالة جديدة يصبح المعدل خلال 24 ساعة الأخيرة أقل من حالة لكل 100 ألف نسمة،
علما أيضا أن 22 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الماضية، 19 ولاية سجلت ما بين حالة 9 حالات وسبع ولايات سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات التي سجلت خلال 24 ساعة الماضية عددها 5 وفيات جديدة رحمهم الله. فيما يخص الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الماضية عددهم 218 مريض. الأشخاص الذين تم استشفاؤهم إلى حد اليوم العدد تاعهم 78824، منهم 152 خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء عن حالة على مستوى المستشفيات عبر الوطن 19 مريض في العناية المركزة. وإقامة صلاة التراويح من عدمها خلال شهر رمضان المبارك تبقى مسألة قيد الدراسة ضمن بروتوكول صحي خاص حسب ما أكدته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها أمس، والذي أوضحت فيه أنه لم يصدر عن الوزير أو عن الوزارة أي تصريح بشأن توقيت صلاة التراويح، وما نسب إلى المسؤول الأول عن القطاع من تصريح تداولته بعض الوسائط الإلكترونية هو محض كذب وافتراء. هذا وستصدر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بيانا رسميا بشأن برنامج شهر رمضان في حينه على موقعها الرسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. تقام اليوم صلاة الاستسقاء عبر جميع مساجد الجمهورية ابتداء من الساعة 10 صباحا نظرا لتأخر سقوط الأمطار، مع إمكانية تكرارها متى دعت الحاجة لذلك حسب ما أوضحه بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. في موضوع آخر، وفي إطار المهام والجهود الإنسانية التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني الشعبي، وإثر تلقي نداء استغاثة من قبل 5 صيادين كانوا على متن مركب صيد تعرض لحريق قبل أن يغرق في عرض البحر شمال شرق رأس الحمراء بعنابة، تدخلت على وجه السرعة وبكل فعالية يوم أول أمس وحدات من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بعنابة لإنقاذ البحارة 5 على مستوى تلك المنطقة وتقديم الإسعافات الأولية لهم قبل إجلائهم إلى المؤسسة الاستشفائية ابن رشد. وتعكس هذه التدخلات الجهود التي تبذلها قواتنا البحرية في إطار تنفيذ مختلف مهام في عرض البحر، سيما الإنسانية والحفاظ على سلامة المواطنين. دوليا، وصل أمس الجيش الصحراوي استهداف معاقل قوات جيش الاحتلال المغربي لليوم 114 على التوالي بشن هجمات جديدة استهدفت معاقل ونقاط تمركز قوات جيش الاحتلال المغربي على طول جدار الرملي حسب بيان لوزارة الدفاع الصحراوية. وقد اعتبر الناشط السياسي والمعارض المغربي عبد الرحيم المرنيسي أن النظام المغربي بخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة القرقرات العازلة تسبب في فضيحة أظهرت فشله الذريع على كل المستويات، مشيرا إلى أن الوضع سيكون مفتوحا على كل الاحتمالات إلى غاية أن يسمع صوت شعب الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا. وانتقد الناشط السياسي المغربي دبلوماسية النظام المغربي معتبرا موقف ألمانيا من قضية الصحراء الغربية عادل وشرعي وتتبناه كل المواثيق الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، معربا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن لها أن تتورط في مثل هذه الفضائح التي تقلل من شأنها وهيبتها، في إشارة إلى إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن هناك لوبيات تناور في الخفاء بشتى طرق من أجل زعزعة الاستقرار في منطقة المغرب العربي.
وفي السياق ذاته أكد أمس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية الذي يضم كبار السياسيين وعشرات من وزراء الخارجية ومديري وكالات المخابرات المركزية أن إعلان رئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول الصحراء الغربية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار إفريقيا، وأنه كان مدفوعا جزئيا بالعوامل نفسها التي حفزت دعمه للمطالبات الإسرائيلية بمرتفعات الجولان والقدس المحتلة. وشدد مجلس العلاقات الخارجية الذي يعد واحدا من أهم خلايا التفكير والأكثر تأثيرا في السياسة الخارجية الأمريكية على ضرورة أن يلعب الاتحاد الإفريقي دورا أكثر فعالية لحل النزاع بين البلدين العضوين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية كوسيط موثوق ولتجنب التدخلات الخارجية في النزاعات الإفريقية. أكثر من 7 ملايين ناخب إيفواري يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان أملا في العودة إلى حياة سياسية هادئة بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت أكتوبر الماضي. الانتخابات هذه تشهد وللمرة الأولى منذ 10 أعوام مشاركة كل التشكيلات السياسية بما فيها أحزاب المعارضة التي قاطعت الرئاسيات الماضية، وهو ما خلق ارتياحا لدى اللجنة الانتخابية المستقلة التي أشادت أيضا بالهدوء الذي طبع الحملة الانتخابية. وفي الصومال لقي أزيد من 20 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح إثر انفجار سيارة مفخخة أمام مطعم شعبي في العاصمة الصومالية مقديشو، وقد أعقب الانفجار إطلاق نار في محيط المطعم. هذا وفور وقوع الحادث قامت قوات الأمن الصومالية بتطويق المنطقة في الوقت الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. وعن جديد الوضعية الوبائية في القارة السمراء، تحصلت دولة مالي على أول دفعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إطار آلية كوفاكس، فيما تترقب الكاميرون التي تعد أكثر الدول الإفريقية تضررا وصول 1 مليون جرعة. للتذكير فإن برنامج كوفاكس تابع لمنظمة الصحة العالمية يستهدف توفير لقاحات كورونا للبلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل التي لا تملك القدرة على اقتناء هذا اللقاح. وعن جذور الفيروس، أعلن خبراء المنظمة أنه سيتم الكشف عن تقريرهم بخصوص الملف عقب زيارتهم الاستقصائية إلى ووهان الصينية خلال الأسابيع القادمة. رياضة الآن، حيث لعبت أمس الجولة 16 من البطولة الوطنية المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء 5 مباريات، وقد أطاح فيها اتحاد بسكرة بالرائد وفاق سطيف وفاز عليه بهدف دون مقابل، فيما انهزم أولمبي المدية أمام شبيبة القبائل ب2-1، بينما حسم سريع غليزان دربي الغرب لصالحه على حساب اتحاد بلعباس بهدف نظيف، وافترق وداد تلمسان ونجم مجرى على وقع التعادل ب2 في كل شبكة. أما اللقاء الذي جمع بين شباب قسنطينة ونصر حسنداي فانتهى لصالح الشباب ب2-1. ومن المنتظر أن تستكمل الجولة اليوم السبت ب3 مباريات، بينما تأجلت مقابلتان بسبب التزامات شباب بلوزداد ومولودية الجزائر بالمنافسات الإفريقية. وإليكم الآن نتائج مباريات أمس وجدول اللقاءات التي ستلعب اليوم.
كرويا دائما. تعادل أمس فريق شباب الوزداد بهدف لمثله أمام نادي الهلال السوداني في المباراة التي جرت بملعب 5 جويليا لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الثانية لرابطة أبطال إفريقيا. وبهذه النتيجة يتواجد شباب الوزداد برصيد نقطتين مناصفة مع الهلال وتيبي مازامبي الكونغولي الذي يواجه اليوم ماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي متصدر المجموعة بست نقاط. ونختم النشرات من لؤلؤة جورجورا تيجدا، القبلة السياحية بامتياز والتي باتت تستهوي الكثيرين من عشاق الاستكشاف والفرجة. نسيمة يعقوبي. موقع ساحر قد ينسينا تعب وضغوطات الحياة اليومية، موقع يتوافد عليه عديد الزوار ومن كل مكان بحثاً عن الترفيه والمتعة. إنها تيجدا. احنا جينا من تيزي وزوفيل، جينا خيارنا هذه على باش نحيو ضغط الخطر، وجينا باش نبدلو شويه الهواء. يعني دي بوي صافي، حنايا البلاصه هذه قريبه لينا، اوندغوا شباب، منطقه مليحه سياحيه بامتياز، انجور لهنا نتنفسوا متنفس بالنسبه للعائلات. ولهذا المكان الساحر لمسه مميزه يصنعها الاطفال، فهي لحظات للعب والاستمتاع. انا شكيت نتسد الامبيوس الكارما مشكيت إذا كان لا إذا كان يتقد من الجزائر مرة. كل سيزون هكذا تاع الشتوية نجيو لهنايا نبدلو مع لا فامي مع الأسرة الصغيرة. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.